السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مشاهدينا الكرام سنواصل سلسلة تغطياتنا مع فقرة أين أنت، التي نسلط الضوء من خلالها على نجوم الأمس الذين تركوا بصمة مميزة وجميلة في مراحل مختلفة من القرن الماضي، والتي باتت تجسد تاريخ كرة العراق. في هذه الحلقة سنكون مع شخصية رياضية أحبها الجميع لما لها من ثقل على المستطيل الأخضر، فضلا عن دماثة الأخلاق التي تتحلى بها تلك الشخصية الرصينة. صدى الرياضة بدأ، أهلا بكم معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع شخصية رياضية أخرى ونجم آخر في سماء الكرة العراقية. إنه لاعب منتخبنا الوطني السابق ونادي الزوراء إبراهيم علي، الذي حظي باهتمام الإعلام والصحافة والشارع الرياضي أجمع بان العقدين 70 و80 للقرن الماضي، ليترك أثرا جميلا في نفوس كل المناصرين والمحبين لفريق الزوراء ومنتخب العراق. والجميل في هذا اللاعب إنه ابتدأ مشواره مع الزوراء وانتهى معه كلاعب، فيما بقي داخل أسوار القلعة البيضاء مدربا من الفئات العمرية، وصولا إلى الخط الأول بحسب حاجة النادي لخدماته. وهذا هو الوفاء بعينه للفانيلة وللنادي الذي احتضنه منذ ريعان شبابه. إبراهيم علي له دور كبير في نادي الزوراء، والفترة القديمة اللي قضاها بنادي الزوراء كان من اللاعبين ومن المدافعين الأقوياء اللي خدموا النادي، والبطولات اللي جابوها النادي كان بسبب إبراهيم علي ونخبة من اللاعبين ذيك الجيل. إبراهيم علي أخلاق طيبة، سلوكه جيد، يحمل صفات المرح مع اللاعبين، والسبب في نادي الزوراء وبقاء لهذه الفترة والشعبية العالية هم أمثال إبراهيم علي. إبراهيم علي من اللاعبين اللي له طلعات من خلال ضربات الكورنر اللي كان يصعد بها، وكان يلعب بالطريقة الحديثة، يصعد من الخلف، مدافع هو يصعد من الخلف، لأن كان قابليته ولياقته البدنية تساعده. مشاهدينا، الكابتن إبراهيم علي لاعب ومدافع من طراز خاص، فهو يمتاز بالسرعة الفائقة والانقضاض على المهاجمين، فضلا عن صناعة الأهداف لزملائه التي تعتبر ميزة فعالة. فهو يمتلك نزعة هجومية كبيرة جعلته يسجل العديد من الأهداف مع الزوراء أو مع المنتخبات الوطنية، كما أنه يجيد تنفيذ ضربات الجزاء بصورة متقنة. نعم، هو من بين أبرز المدافعين الذين ظهروا على خارطة الكرة العراقية في السبعينات والثمانينات، بعدما ترك أثرا طيبا خلفه من خلال البصمات العديدة التي قدمها فوق المستطيل الأخضر. الله يساعدهم. رأيك مباراة اليوم أمام الشرطة؟ اليوم مباراتنا تكون صعبة جدا، ويجب اليوم إن شاء الله نفوز، لأنه فريق الشرطة عنده 3 نقاط وبعدنا مباراتين، مباراة معانا اليوم، مباراة مع نادي الفحيحيل، وإن شاء الله اليوم نقدم المستوى الطيب والمطلوب من فريقنا نرضي الجمهور به. مشاهدينا، متواصلون مع فقرة أين أنت، التي نسعى في محتواها الوصول والتواصل مع نجوم الرياضة العراقية القدامى ممن قدموا وخدموا الرياضة العراقية خير تمثيل. هذه وقفة قصيرة نستقبل بعدها ضيفنا لهذا اليوم، لا تذهبوا بعيدا، خليكم ويانا.
نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، فالحديث عن هذا النجم طويل وذو شجون كونه أحد أبرز لاعبي المنتخب والقلعة البيضاء الذي شغف به الملايين من محبي النوارس، سيما وأنه بدأ مع الزوراء واعتزل معه ولم يلعب إطلاقا لغيره. أما بخصوص أبرز المدربين الذين أشرفوا على تدريبه فمنهم جرجيس الياس وثامر محسن وواثق ناجي وداني ماكلينين ورايشلد وعمو بابا وأنور جسام وفلاح حسن. وبعد اعتزاله اللعب في عام 1986 تحول إلى التدريب، حيث عمل مدربا مساعدا للعديد من المدربين في فريق الزوراء أمثال فلاح حسن، عمو بابا، أنور جسام، عدنان حمد، صباح عبد الجليل. كما قاد الزوراء في العديد من المباريات كمدرب أول، فضلا عن ذلك أشرف على فرق الفئات العمرية في نادي الزوراء. مشاهدينا اليوم سنغور مع نجمنا الدولي المحبوب المدافع الصلب الكابتن إبراهيم علي لنتعرف عن حياته ومحطاته ومشواره الجميل مع الساحرة المستديرة. دعونا نرحب بالكابتن إبراهيم علي الذي ينضم معنا عبر ديسكايب من العاصمة بغداد، فأهلا بك كابتن، سعداء جدا بانضمامك إلينا. أتمنى لكم الموفقية وحياة كريمة وسعيدة، وأنا ممنون من عندكم وممنون من الكادر اللي معاك على هذا اللقاء. وحقيقة أنه مو استذكرت أنت كابتن إبراهيم علي، استذكرت الرواد جميعا الآن. هذا واجبنا وأنتم تستحقون من عندنا. كابتن طمني عنك وعن صحتك، أين أنت الآن؟ والله أني الحمد لله والشكر صحة طيبة وجيدة. الآن أنا مشرف عام على فرق الفئات العمرية في نادي الزوراء الرياضي. ممتاز. إضافة إلى عمل آخر عندي هو في مدرسة عمو بابا، مسؤول مدربي مدرسة عمو بابا. هاي مدرسة عمو بابا الكل يعرفها، اللي أنشأها عمو بابا من 2001 إلى يومنا هذا، وخرجنا العديد حقيقة من اللاعبين. وأنا مسرور جدا أنه من مدرسة عمو بابا 5 لاعبين نجوم ضمن صفوف المنتخب الوطني، اللي هو علي عدنان وميمي حقيقة، بشار رسن، همام طارق، علي فائز، وكثير من اللاعبين ذا نرفتهم للفئات العمرية. هذا حقيقة يسر للقلب. فعلا فعلا إنتاج، يعني إن شاء الله نرى بالمستقبل القريب المزيد من اللاعبين. كابتن، قبل الغور بحديثنا الذي سيطول بالتأكيد معك، اسمح لنا أن نتابع التقرير الذي يستعرض مشوارك الرائع مع كرة القدم. نتابع ولا نعود. بداية تشبه إلى حد ما العديد من بدايات النجوم الذين انخرطوا مع الفرق الشعبية في المناطق المزدحمة ليجدوا أنفسهم نجوماً تتلألأ في سماء عراقنا الصافية، ولا زالت قلوبهم تنبض بحب الملايين، ومهاراتهم الفنية باتت تدرس في مدارس الأندية العريقة، ليولدوا لنا جيل لا يختلف عمن سبقه، وهكذا تستمر المهمة الوطنية. ابن مدينة الصدر ما إن وطأت قدماه ملاعب المدينة التي خرجت عشرات النجوم، وجد نفسه أحد أعضاء فريق السكك الذي تحول اسمه إلى النقل ليصبح بعدها الزوراء إلى يومنا هذا، ليكون الابن البار للكتيبة البيضاء وأحد راسمي لوحة النوارس بأنامله الذهبية التي باتت أجمل لوحة لعشاق الزعيم الأبيض. فقد شغف به الملايين من محبي النوارس لأمر واحد، أنه بدأ مع الزوراء واعتزل معه ولم يلعب لغيره، ولا زال بخدمته حتى يومنا هذا. يا له من وفاء ونكران ذات وإيثار لم نعتده مطلقا، بعيدا عن اللهاث وراء المغريات التي انهالت عليه، لكنه أبى واستعصم ليبقى نموذجاً مشرفاً لذلك الزمن الجميل يستذكره القاصي والداني. لم يلعب لغير الزوراء، تلك هي ميزة قد لا يألفها الأغلبية من عشاق النوارس وبقية فرقنا الأخرى. فيما توجس المدافع الصلب الذي أكد عدم خوفه من أي مهاجم سوى من المرحوم كاظم وعلى محلياً، والذي كان يزعجه كثيراً كونه هداف بارع ولا يعطي للمدافع فرصة لالتقاط أنفاسه، هكذا وجده إبراهيم. فيما يعد مهاجم منتخب الكويت جاسم يعقوب هو من يثير القلق في نفسه عربيا،
كونه مهاجم متكامل ويجيد ألعاب الهواء والدحرجة بالكرة والتخلص من الرقابة، ويعرف طريق المرمى بشكل لا يوصف. ودولياً يبقى مهاجم بولندا النجم العالمي المعروف لاتو هو من يحسب له حساباً خاصاً. مثل منتخب الشباب والمنتخب العسكري والوطني، وحصل على إنجازات دولية جيدة، منها لقب خليج 5 في بغداد، فيما حصل مع الزوراء على لقب الدوري 3 مرات وبطولة الكأس 5 مرات، ليرن بإذنه جرس الإنذار في العام 1986 عندما آن الأوان لرفع الراية البيضاء والاستسلام لدخول خريف العمر الذي حتم عليه أن يغادر المستطيل وهو مرفوع الرأس وبأجمل صورة باتت مطبوعة في ذاكرة عشاقه، خصوصاً أنه لم يتنفس سوى هواء القلعة البيضاء ولم يفارقها لحظة واحدة. أهلاً بك كابتن، رحلتك مع الساحرة المستديرة يعني رحلة غنية، البعض يراها سريعة وقصيرة جداً، فما أن بدأت ثم انتهيت بنفس النادي، ماذا تحمل لنا أجندة إبراهيم علي عن هذه الرحلة؟ حقيقة أنه انبثقت حياتي الكروية من الفرق الشعبية وخاصة مدينة الثورة حاليا الصدر مع فريق اتحاد الثورة، واللي كان يشرف عليه المرحوم أحد مدربي المدينة وهو نجم المدينة، حقيقة صاحب فضل على كثير من الرياضيين وكثير من اللاعبين اللي نقلهم من اتحاد الثورة إلى فرق المؤسسات في ذلك الوقت. حقيقة أني خدمت خدمة العلم تاريخ 1970 71، بعدين رجعت إلى الفرق الشعبية، أخذني إلى فريق السكك هو عبد الواحد حاتم مدرب اتحاد الثورة، إلى المرحوم جرجيس الياس من 1972 اللي كان سكك، فالرجل اقتنع جرجيس الياس على وضعي اللي أني إجيت به كرياضي من مدينة الثورة الصدر الآن، فقبلني من قبلني قال لي جيب جنسيتك وجيب صور حتى عينك، فعيني على ملاك الدائم في مصلحة السكك الحديد آنذاك، وثم النقل وثم الزوراء، وتأهلت للمنتخبات كمنتخب الشباب 75، منتخب بطني 76، منتخب العسكري 79، منتخب العسكري 77، منتخب الوطني باء 1978، ذلك الوقت يسموه مور رديف، يسموه فريق الوطني باء، والحمد لله والشكر مسيرتي الرياضية ممتازة سواء في نادي الزوراء أو بالمنتخبات اللي مثلتها لاعبا أساسيا. كابتن إن شاء الله كابتن إن شاء الله راح اليوم أخذ من وقتك الكثير وحتى يعني نتجول أنا وأنت في هذه المحطات، حتى نخلي محور حتى ما اريد اتعبك بالبدايه. انا اليوم متعطش لسماع هوايه معلومات يعني احنا نفتقدها والجمهور الرياضي. كابتن انت تعلم البدايه يعني دائما ما تكون صعبه لاي فتى يحلم بتمثيل فريق جماهيري يعني مثل الزوراء، يعني ارغب ان اعيش معك تلك اللحظات المهمه في وقتها، كيف كانت؟ هل ساورك القلق الشعور بالرهبة عندما ذهبت للاختبار مع نادي السكك مثل ما تفضلت قبل قليل في وقتها قبل أن يعني يصبح نادي الزوراء؟ حقيقة أنه من رحت إلى نادي السكك 1972 لقيت عمالقة كرة القدم أمامي مثل جلال عبد الرحمن، حازم جسام، تامر يوسف، علي حسين بطوش، حساني علوان، فتاح محمد، حقيقة سالم عنبر، وكثير من اللاعبين رسن بنيان، وكثير من اللاعبين أنه عمالقة الكرة العراقية في ذلك الوقت، المؤسسات اللي كان أنه أفضل وأبرز فريقين هو نادي السكك ونادي البريد اللي يضم نخبة كبيرة، نادي البريد أيضاً من اللاعبين الممتازين. حقيقة أنه أكو نوعاً ما أنه أكو رهبة، ولا لاعبين أقدم مني
ولاعبين سواء بالمنتخبات أو في السكك، لكن الحمد لله والشكر اللي الله وفقني وقدرت أنه أصمد مع هذه التشكيلة، وحقيقة أثبتت جدارة كبيرة جدا مع هذه النجوم، وأصبحت عنصر فعال في نادي السكك في ذلك الوقت. كابتن، قبل قليل تحدثت على يعني البدايات الأولى بالمنطقة، يعني إذا عدنا إلى أجواء المنطقة ومسقط الرأس، مدينة الصدر تعج باللاعبين بوقتكم وحتى الوقت الحاضر، يعني كيف حصلت على موطئ قدم مع النوارس، الفريق الذي كان يضم خيرة لاعبي العراق؟ هل للفرق الشعبية في وقتها هنالك دور فعال في طبعا يعني اختزال المسافات للوصول إلى القمة؟ حقيقة أنه الفرق الشعبية لها دور مهم جدا في ذلك الوقت، لأنه أنا عشت في منطقة شعبية ومع فريق شعبي، حقيقة كان أنه الكادر التدريبي في ذلك الوقت أنه هو يلم نخبة من اللاعبين بالمنطقة، وإحنا خاصة منطقة مدينة الثورة الصدر، منطقة الشوادر وبالتحديد قطاع 35، يضم نخبة من اللاعبين الممتازين اللي يضمهم المدرب عبد الواحد حاتم في ذلك الوقت، ونأخذ على عاتقنا كل جمعة نسوي لنا مباراة كبيرة مع نسور الكاظمي، مع الزوية، مع اتحاد حبيب، مع الفرق الكبيرة. احنا حقيقة ذكرتني منذ 35 إلى 40 سنة شلون نروح إلى أمانة بغداد ونجيب الجريدر ونعدل الملعب ونجيب السيارة الحوضية ترش الملعب وننصب الشبك، والغداء كله يوم رئيس الفريق يجمعنا ويغدينا، وبعدين نطلع إلى المباراة اللي حقيقة نلقي جمهور لا يطاق من المنطقة داير مداير الملعب، وهو ينتظر قبل نص ساعة أو ثلاثة أرباع ساعة الفريقين، ووقوفاً ساعتين إلى ساعتين ونص هذا الجمهور واقف داير مداير الملعب. تعرف الفرق الشعبية لها دور ولها كيان، وخاصة مدينة الصدر اللي خرجت كثير من اللاعبين بدون ذكر الأسماء طبعاً، لكن إنه حياة كريمة وحياة سعيدة وعلى الفطرة. وأتمنى أنه الحكومة العراقية اللي الآن لغت دور الفرق الشعبية وصارت منتديات وصارت مراكز الشباب، لكن أنه خلي يفعلون، إحنا نعم مع الحاضر مع المستقبل مع التطور، لكن خلي يفعلون مو يفعلوا لي الآن الملاعب الخماسي اللي أدت الحركة الرياضية بالعراق واللي أدت اللاعبين من خلال الجانب الصحي، هذا اللي عنده الرباط قائم وهذا اللي عنده الكاحل وهذا اللي عنده العضلة الضامة، وهذا المفروض احنا نزدهر بالملاعب، لانه الكل يعرف انه ملعب الشعب الدولي ب 66 في حين دول الجوار ما عندها مثل ملعب الشعب في ذلك الوقت، والان سبقونا بالملاعب، لكن من تجي قاعدة جماهيرية كبيرة بالعراق، لكن يجب الاهتمام بها ويجب الاهتمام بالملاعب والمنشآت الرياضية. ممتاز جدا كابتن، يعني إليك ما قال عنك الزملاء والمختصين بالشأن، سنتابع ولنا عودة، خليكوا يعني. الكابتن إبراهيم علي قبل أن يكون لاعبا كان مثالا للاعب الخلوق، والذي يتمتع بطول فارق وقوة جسمانية أتاحت له البروز بين زملائه لتمثيل المنتخب الوطني، بالإضافة إلى ذلك كان لاعبا مؤثرا بالخطوط الدفاعية لنادي الزوراء في عهده هيمن الزوراء على خارطة الأندية العراقية لسنوات طويلة، ويعد جيل علي الأبرز في تاريخ الكرة العراقية من حيث إمكانية وقدرات اللاعبين المهارية رغم قلة المشاركات الخارجية آنذاك، والجميع يستذكر مع أول مشاركة ببطولة الخليج العربي الرابعة، والذي جعلت من بطولات الخليج العربي بطولة الإثارة والمتعة، وأصبح للكابتن إبراهيم علي شأن كبير للغاية وقتها، جعله يحفر اسمه في تاريخ
الكرة العراقية. ماشي من أول عاد اثنين وثلاثة وماشي في المربع رقم ثمانية ورفع حال على قوية. جول 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 في دقيقة خمسة مباراة فيها أجوال. أنا قايم مباراة فيها أجوال. كابتن في تلك المرحلة هل حصلت على عروض وأنت طبعا كنت في نادي الزوراء من الأندية لتمثيلها؟ وإذا يعني حصل ذلك لماذا رفضت اللعب لأي نادي آخر غير الزوراء؟ والله حقيقة إنه أنا كان عندي مبدأ الفريق الزوراء اللي برز إبراهيم علي واللي سوى إبراهيم علي لازم أوفي لهذه النادي سواء بالجانب المالي، بالجانب الإداري، بالجانب التربوي، بالجانب الأخلاقي. نعم أكو عروض وأنا رفضت العروض، إنه حتى إنه من أخذنا بطولة شباب آسيا بال75 في الكويت قررت الحكومة العراقية لكل لاعب إنه يجي للقوة الجوية برتبة نائب ضابط غض النظر عن الشهادة الدراسية. وأني أبداً ما رحت وبقيت إلى نادي الزوراء، علماً أستاذ أنه أني من 16/4/72 إلى هذه اللحظة اللي أتكلم معاك فيها أني مطالع باب نادي الزوراء، وإن شاء الله 16/4/2022 أحتفل بالسنة 50 أني مطالع باب النادي. إن شاء الله كل عام وانت بخير إن شاء الله ونحتفل وياك. فعلا كابتن أنت اللاعب الوحيد الذي بدأت وانتهيت بنفس النادي ولم تغادره حتى عندما أصبحت مدربا. هل هذا يعود إلى يعني طبيعة حضرتك بأنك يعني تميل إلى الاستقرار بحيث لا تفضل التنقل، أم هنالك سرا وراء هذا التمسك؟ حقيقة أنه أنا قبل قليل قلت لك أنه نادي الزوراء كبير، نادي الزوراء كبير بلاعبي، كبير بمدربي، كبير بالمحطة مالته، لأنه نادي الزوراء أنا أعتبره سكر البطولات. مع احتراماتي إلى جميع الفرق المشاركة، نادي الزوراء إلى كيان، إلى وضعة، إلى قاعدة جماهيرية، إلى إداراته. حقيقة نادي الزوراء اللي يعجبني فيه إنه وفي جدا مع جميع اللاعبين اللي يمثلوه من ذلك الوقت إلى هذا الوقت، إنه بالظروف المالية اللي يطلب واللي عنده عقد، لكن إنه تعرف العاصفة اللي عصفت جميع الأندية بالجانب المالي اللي خلى الآن إنه نادي الزوراء أو نادي الفلاني انه مطلوب الى هذا اللاعب او ذاك المدرب، لكن ان شاء الله الامور تنحل سلاسه وتنحل بصدق، لانه نادي الزوراء نادي كبير، نادي له كيانه، نادي الزوراء يتمناه الجمهور ويتمنى المسؤول ويتمنى اللاعب ويتمنى المدرب. فنادي الزوراء اللي انا اعتبره بيتي الثاني حسب طبيعتي وحسب شخصيتي وحسب رأيي، إنه نادي الزوراء نادي كبير جدا مع احترامات جميع الأندية الأخرى، لكن أنت تعرف إبراهيم علي قالب زوراء دم أبيض خالص. بارك الله بك كابتن إبراهيم، وإن شاء الله أشوفك في مناسبات قريبة. صحة وعافية. صحة وعافية. شكرا للكابتن إبراهيم علي الرياضي الخلوق والفذ في عالم كرة القدم العراقية الذي كان معنا عبر ديسكايب من بغداد، فشكرا جزيلا له. مشاهدينا بالتأكيد هذا ليس كل شيء، فأنتم على موعد مع أحداث وأسرار وخفايا أخرى في مسيرة الكابتن إبراهيم علي سنتعرف عليها في الأسبوع المقبل، ونحن نقلب معه صفحات الماضي والحاضر. ألقاكم بإذن الله في الجزء الثاني. هذه تحياتي أنا بلال بدع، مع السلامة.